افتتح الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين نادي محامي جيلين بالأسكندرية عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات. حضر الافتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية والمستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الأسكندرية وخالد البلشي نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ولفيف من السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ونقباء أعضاء مجالس النقابات الفرعية والسادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية. وعقب الافتتاح اصطحب نقيب المحامين محافظ الأسكندرية ورئيس نادي قضاة الأسكندرية في جولة تفقدية لمنشآت نادي جيليم التي نالت إعجاب الجميع ووصفوه بأنه النادي رقم واحد في مصر. وعقب انتهاء الجولة عقد الأستاذ عبد الحليم علام لقاء مع سادة الحضور رحب بهم جميعا وهنأهم بمناسبة رأس السنة الهجرية وبافتتاح نادي المحامين بجليم. ووجه نقيب المحامين الشكر إلى اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية على مجهوداته في تذليل العقبات التي واجهتهم في إنشاء النادي. وأشاد نقيب المحامين بمواقف المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الأسكندرية المشرفة مع السادة المحامين ودوره البارز في إنهاء أزمة محامي مطروح. حاجة رائعة، كل المبنى لو أكلم سيادة النقيب أقول له المبنى ده تكلف 40 مليون، عارفين لو أنتوا بدأتوا فيه النهاردة مش أقل من 100 مليون و 120 مليون عشان تعملوا هذا المنشأ اللي تفخروا بيه انتوا قدام أسرتكم وأولادكم. معاه المستشار سعد السعدني الحقيقة بيشيد بشكل غير عادي وبيقول لي أتمنى نعمل السادة القضاء نادي جديد زي كده. أنا شفت ملحمة جميلة جدا جدا، تمنيت إن احنا نعملوها عندنا إن شاء الله في نادي قضاة الأسكندرية المجاور له، وسننتهز محبتنا العظيمة لأخي معالي عبد الحليم بيعلام، ولتوح نستعين بخبرته وأخونا الحبيب معالي الوزير المحافظ ونستعين بدعمه وخبرته. وكرم نقيب المحامين اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية والمستشار سعد السعدني بدرع نقابة المحامين نظراً لجهودهم في تلبية مطالب المحامين وتقديرهم لمهنة المحاماة. وفي الساعة التاسعة مساءً عقد نقيب المحامين لقاءً مفتوحاً مع السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية. وعرض نقيب المحامين عملية تطوير نادي جيليم التي بدأت في عام 2015 واستمرت لمدة 3 سنوات إلى أن توقفت بسبب عدم سداد مستحقات الشركة بسبب خلافات مع النقيب الأسبق. وعادت الأعمال في النادي مرة أخرى وبذل الجميع مجهود في إنشاء النادي حتى خرج بالصورة المشرفة الموجودة عليها الآن. وأن أهنئكم بافتتاح نادي المحامين في جيليم. هو نادي مملوك لنقابة المحامين العامة يخدم المحامين بالإسكندرية ويخدم المحامين في مصر عموماً. ووعد نقيب المحامين أعضاء الجمعية العمومية بأنه سيعمل جاهداً على إنشاء ناد في كل محافظات الجمهورية على غرار نادي المحامين بالإسكندرية. لما يجي محافظ الإسكندرية ويقول أنا هدي تعليماتي لكل الأندية اللي موجودة في إسكندرية على غرار نادي المحامين في جليم، احنا نقول
ألف شكر للقائمين على هذا العمل، حاجة محترمة. لما يجي رئيس نادي القضاء ويقول نفسنا نستعين بالمهندس ونستعين بخبرات القائمين على العمل داخل نقابة المحامين، كلنا نقول ألف شكر للناس اللي قامت على العمل وعلى الجهد اللي موجود واللي بذل من سبيل إخراج النادي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، اللي انتوا تفتخروا بيه واحنا بنفتخر بيه، واللي نفسنا ان شاء الله يكون موجود في كل ربوع مصر كلها. وتحدث نقيب المحامين مع أعضاء الجمعية العمومية في عدة أمور نقابية مثل العلاج والمعاش والدمغة والفاتورة الإلكترونية ونادي المحامين، وعن ميزانيات النقابة والتصديق على العقود. احنا هنعمل جمعية عمومية حقيقية وهنعمل لها إشراف قضائي حقيقي عليها، يجي يشرف عليها في نقابة المحامين. حضراتكم هنزود المعاش إن شاء الله بالشكل اللي يتناسب مع زيادة الأسعار. وتحدث عضوي مجلس النقابة العامة والقائم بأعمال نقيب المحامين بالأسكندرية عن مراحل إنشاء نادي جليم والجهود التي بذلها النقيب العام حتى خرج هذا الصرح بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين. فلنحيي هذا الرجل وهذا المجلس ومجلس الأسكندرية والجمعية العمومية صاحبة هذا الإنجاز. وعايز أقول لحضراتكم، أخذوا مقارنة سريعة بين هذا المنشأ نادي جليم ومن يدعون أن لهم دور في إنشاؤه وبين مبنى النقابة العامة للمحامين الذي لم يفتتح بعد، في مبالغ مالية بالملايين جاوزت 100 مليون جنيه. أنا كنت بقول لهم المحامين حضرة انتخابات النقابة العامة هنا وحضرة انتخابات النقابة الفرعية هنا، والمحامين عارفة كل طوبة في النادي وعارفة مين اللي عمل النادي. اللي عمل النادي الأستاذ عبد الحليم علام، مش حد غيره. واي حد اي حد اي حد حتى لو انا شخصيا قلت لكم انا عملت النادي ابقى كداب. حقيقه وواقع، الاستاذ عبد الحليم علام اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، كان بيصحى الساعه 9 الصبح يجي على النادي. انا اتذكر واحنا في انتخابات النقابه العامه، في انتخابات النقيب العام، كنا يوم 10/8 والانتخابات فاضل عليها 23 يوم، واقول له يا نقيب عايزين نلف المحافظات، عايزين نتحرك في المحافظات عشان الانتخابات، الانتخابات مش في نادي جليم. يقول لي لو ما حققتش الوعد اللي عملته في نادي جليم يبقى انا لا اصلح ان اكون نقيب عام. اسكندريه استلمت النادي ده كانت حالته ايه؟ ما كانش حالته سليمه وما كانش مخالص وما كانش متشطب زي ما بيتقال في الفيديوهات. مش احنا الذباب الالكتروني، الذباب الإلكتروني عارف نفسه، الذباب الإلكتروني هو من يحاربنا، الذباب الإلكتروني هو من يسعى إلى إجهاض جهد وعمل ذلك النقيب الذي سعى وجهد طوال سنوات حتى تروا هذا الإنجاز. وشهدت احتفالية افتتاح نادي جليم إقبال كبير من السادة المحامين الذين جاءوا من كل محافظات الجمهورية للمشاركة في الافتتاح. وفي نهاية الاحتفالية التف السادة المحامين وأسرهم حول الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين لالتقاط الصور التذكارية.